قرب على الخبز، قرب على الخبز ودوق. تعالوا دوقوا هالخبز يا عالم. شو مازن؟ انت عادي وارتاحي، انا وساشين بنوقف بدل. لا خلي ساشين مبسوط بالرقص، يلي بده يوقف يبيع هون لازم يكون صوته عالي مثل صوتي. أو صوتك الناعم ما بينفع ابدا. معناتها خلي ساشين يتصرف. لا لا لا، خلي اخوك عم يرقص يا ابني. جريش هون، روح اقعد معه. يلا امشي، رح ابعت له خبز هلا. لك ساشين، تعا تعا لهون. ليك جريش هون مع شرفاني، روح شوف شو لازم تعمل مع بنته. لا تحبك بس خليها ترقص. يلا تحرك، يلا. يا ربي ان شاء الله تزبط هالقصة مع ابني ساشين ويقدر يتجوز هاي البنت. يا ربي دخيلك ان شاء الله. تعدو تعدو تعدو. تعالي خلينا نروح نرقص هنيك. أخي شبك؟ أنت ما رح تستفيد شي من وقفتك هيك. أنت لازم تحاول تروح تحكي معه وتراضيه. القدر عطاك فرصة ذهبية بجاية مرتك لهون لتصلحوا علاقتكم ببعض، لتوضحوا كل شي لبعض وتعرفوا شو بدكن من بعض. ليك أخي، إذا ضليت ساكت هالمرة صعب كتير تقدر تثبت براءتك بنظرة. روح أخي روح، إذا سمعتك أو ما سمعتك المهم إنك تكون حاولت تشرح وجهة نظرك. روح يلا. مازن ابني خليك عند الخبز شوي، تذكرت شغلة ضرورية ما بطول برجع. ايه. انتبه. Thank you.
جانا من فضلك، جانا اسمعيني مرة واحدة بس، بترجاكي جانو؟ جاية جانا اسمعيني بس مرة واحدة، ما رح اترك جانا تروح اليوم من دون ما اقول لها كل شيء. لازم احكي معها واشرح لها القدر اليوم جمعنا هون بالصدفة. إذا ما قدرت أحكي معها اليوم بجوز ما يجمعنا القدر مرة تانية. صرت كذا مرة عم حاول شوفك لأثبت لك إني أنا بريء، بس ولا مرة حاولتي توقفي وتسمعيني. ليكي جانا، أنا بدي أحكي لك كل شي وأنت احكي معي على الموضوع. جانا، من شهر تماماً كنا موجودين بهالمحل مشان حفل زواجنا، واليوم نحن بنفس المحل ورح يشهد على براءتي. أنا بعمري ما خنتك ولا غشيتك، علاقتنا لساتها نقية وصافية مثل أول مرة عرفتك فيها، والرب شاهد علي. هذا الشيء اللي لازم تعرفيه. إذا عم كذب رح تعاقب أكيد بالدنيا وبالآخرة، ورح ينبذوني الناس. شو عم تعمل مازن؟ اسمعي منيح، لا تحاولي تلمسي ابني. هو صار احسن هلا، بس اذا حاولتي ترجعي لحياته رح ترجع حياته تتدمر. انا عم نبهك، لا تخليني اذيكي. ها ماما، انتظري شوي. امشي جانو، خلينا نروح من هون. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.